التفاصيل انه رئيس حكومه تصريف الاعمار السيد ميقاتي اطلع او تابع بنفسه هذا الملف وخذوا كاميرات المستشفى والتابعوا مع المستشفى وكل الذين اشرفوا على حاله نور زهير تم التحقيق معهم من قبل جهاز امن الدوله اللبناني. نور زهير دخل الى المستشفى دون ان يتعرض الى خدش واحد، ماكو راجل مضروب وماكو سياره وماكو حادث. فراد تقرير من المستشفى، المستشفى رفضت، فبعدين راح جاب تقرير من طبيب يمكن دفع له 3000 دولار وهذا الطبيب كذلك احيل الى التحقيق. المصيبه وين محمد؟ المصيبه بالناس اللي تصدق بهذه المسرحيه. يعني انت تعرف بعد هروب نور زهير من لبنان هسه هو شلون طلع من العراق، هذا الموضوع عند القضاء العراقي، منو اللي كفل نور زهير؟ يعني انا هسه بس اريد بس اريد اوقف حتى بس حتى اخذ المعلومه، حتى اخذ المعلومه متكامله بس امين. نعم يعني لا اصلا هو كان يحتاج الى تقرير، راح للمستشفى على مود التقرير، المستشفى قالوا له انه ما ممكن نعطيك تقرير بهذه الطريقه، افتعلت قضيه الحادثه وهي غير موجوده، رجع على المستشفى اخذ التقرير لو ما اخذه. لا 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 عزيزي لا، اصلا افتعل الحادث، راح للمستشفى قال لهم انا تعرضت لحادث. زين قالوا له الحادث تعرض له المفروض تجي قوى الامن الداخلي. قوى الامن الداخلي رفضت الحضور لانه ماكو حادث، لا يوجد حادث سير، تمام؟ فبعدين قالوا اعطوني تقرير.